مهرجان سمع مراكش في دورته 12 عرف استمرارية لاحتفالات جمعية مولية مراكش بفن سماع السماع. هذا الفن الذي يضرب جذوره في عمق التاريخ والذي طبعه المغاربة بعملهم وما أدى إلى إعطائه صبغة وسيطا إقليميا وعالميا. هذه الدورة عرفت تقليصا للمحتوى الفني لظروف ترتبط خصوصا بالحدث الأليم الذي عرفته المنطقة. المحتوى الفني عرف ثلاث محطات. المحطة الأولى وهي حفل افتتاح المهرجان والذي عرف مشاركة مجموعة سماعية ذات صيت وطني وإقليمي كبير وهما الزاوية الشرقوية ببجات. إنا توسلنا إليك بنبي قد خصك الوهاب من أسنى الرزاق. الليلة الثانية والتي كانت ليلة رائقة كبيرة في كل أبعادها، وإن استطعت تلخيص هذا الحدث ولو أنه صعب سأختزله في ثلاثة أبعاد. البعد الأول وهو البعد المرتبط بالحدث بنفسه، أي أنه هذه الليلة المباركة كانت ليلة تأبين لشهداء وضحايا الحادث الأليم، الزلزال الأليم الذي ضرب المغرب ومنطقة الحوز وشيشاوة وتارودانت، حيث أن إدارة المهرجان ارتأت أن تقوم بحفل تأبيني بالذكرى الأربعينية لهذا الحدث. ومن قبيل التمثل كان حاضرا 40 منشدا ومسمعا. مولاي لا زال لطف منك يشملني وقد تجدد بما أنت تعلم. مولاي لا زال لطف منك يشملني وقد تجدد بما أنت تعلم. يا من حفظت محمدا وحبيبه في الغار، يا ذا الجود يا ذا الجود والإحسان. البعد الثاني وهو في رأيي الأهم وهو البعد الروحي لهذه الأمسية. هذه الأمسية عرفت احتفالا بهذا الفن المغربي السماعي الذي يضرب جذوره في تاريخ المغرب وعمل زوايا المغرب، و عرف ارتباطا بروحية وروحانية المكان، أنه ارتأينا أن ننظم هذا الحفل التأبيني في رحاب ضريح أبو العباس السبتي، مما خلق اندماجا بين روح المكان مع روح الكلمة وإطار اللحن والعمل المغربي. يا أدائي ما المعروف يا كشف البلوى يا أبدك الملهوب هب لي منك تقوى ترى.
هذه الليلة كانت رائعة وعملا ضخما بكل بكل المقاييس، وغلفه أو احتضنه هذا طابع الروحي وهذه السكينة والطمأنينة. في البعد الفني الصرف، هذه الليلة المباركة أحيتها النخبة الوطنية للسماع تحت رئاسة وتنسيق الشيخ علي الربحي، وعرفت مشاركة وطنية متمثلة في جميع جهات المملكة، وعرفت حضور جل شيوخ وأعمدة السماع المغربي على سبيل الذكر وليس الحصر الهرم المغربي الحاج محمد بجدوب، كذلك شيخ سامع بمدينة مراكش الحاج محمد عز الدين، الحاج بنيس، الدكتور تهامي الحراق، وتلة من أروع الأصوات الشابة التي تعرفها المملكة. ثم حفل الاختتام كان حفلا روحانيا مرتبطا بعمل المغرب وكذلك بعمل مدينة مراكش، كان مسك ختام لهذه الأعمال قاطبة. وهذا العمل في الأيام الثلاثة أو في المحطات الثلاث لم يكن إلا تجسيدا لعلاقة هذا الحدث مع ارتباطات أعمال الجمعية التي تعنى برونق وجمالية العمل الصوفي المغربي المتجسد في روحانيته ورقيه وتلقيه السهل من ناحية الجمهور بجميع صفاته وبجميع ترتيباته الاجتماعية.